يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم الاستعانة بالجن المسلمين وبدون ضرر على أحد؟ ما يقال، لا يقال هذا أبدا، لا يستعان بالجن مطلقا، لا مسلمين ولا غير مسلمين. وش الدليل على هذا؟ ما فيه دليل على هذا. وأيضا ما الذي يدريك أن هؤلاء مسلمون؟ يمكن يقولون نحن مسلمون وهم كفار لأجل التغرير بالإنس، فلا تجوز الاستعانة بالجن مطلقا، الاستعانة بالغائب من الجن وغيرهم لا تجوز. نعم.